ترأست المملكة العربية السعودية مجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة بجنيف في ظل تعقيدات وتحديات تمر بها المنطقة العربية، إلا أن القيادة الحكيمة لمجلس السفراء العرب من قبل المملكة جعلت مبدأ الرأي والمشورة ووحدة الصف العربي وتوافق الآراء منهجا ثابتا في حل القضايا العربية. الدور الرئاسة ينصب بالدرجة الأولى على التنسيق المواقف، هناك العديد من المشتركات العربية التي نستطيع البناء عليها وأن نقف صفا واحدا تجاه العدد من القضايا الدولية المختلفة في المنظمات الموجودة هنا في جنيف. وبحمد الله تمكنت المملكة خلال هذه الفترة من المضي قدما في العمل العربي المشترك ودعمه وتعزيزه من خلال إلقاء بيانات مشتركة باسم المجموعة، من خلال تبني قرارات أيضا باسم المجموعة، قرارات في مجلس حقوق الإنسان وأيضا في بعض المنظمات الأخرى. ترأست المملكة العربية السعودية الشقيقة دورة مجلس السفراء العرب والتي تزامنت مع الدورة الماضية لمجلس حقوق الإنسان الذي يشهد حقيقة الكثير من التحديات مثل ما ذكرت، ولكن حقيقة خرجنا بكثير من النجاحات من خلال الإدارة السليمة ومن خلال التواصل المستمر مع الدول العربية. شهدت فترة رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة العربية في الأمم المتحدة عددا من الأحداث الهامة، منها انعقاد الدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي، والذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، والاجتماع الدولي السنوي لمنظمة الصحة العالمية، ومؤتمرات دولية أخرى شاركت فيها المجموعة العربية بقيادة المملكة عبر تنسيق المواقف والتوصيات والبيانات الهامة. خلال هذه الفترة كان هناك الكثير من الاجتماعات الدولية التي عقدت، هناك دورة مجلس حقوق الإنسان 41، في أيضا في منظمة العمل الدولية كانت المناسبة المئوية لإنشاء منظمة العمل، وكان هناك وثيقة مهمة صدرت عن القمة شاركت فيها المجموعة العربية تحت رئاسة المملكة بعدد من المقترحات. أيضا كان هناك اجتماعات منظمة الصحة العالمية، وكانت أيضا ضمن الفترة التي غطتها رئاسة المملكة خلال هذه الفترة. أشكر سعادة سفير المملكة العربية السعودية الأخ السفير عبد العزيز الواصل على ما قام به من دور أكثر من ممتاز في رئاسته للمجموعة العربية. الحقيقة الحكمة كانت تسود كل لقاءاتنا، وكان خير معين للمجموعة العربية ككل. مجلس السفراء العرب ثمن جهود المملكة العربية السعودية في فترة قيادتها الحكيمة للمجلس التي ستنتهي بنهاية شهر أغسطس الحالي، حيث تميزت فترة رئاسة المملكة بتوافق الآراء والإجماع على وحدة الرأي العربي في المنابر الدولية والأممية وتنسيق المواقف ووحدة الصف العربي. في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ترأست المملكة العربية السعودية مجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة، وشهدت تلك الفترة التي ترأست فيها المملكة العربية السعودية مجلس السفراء العرب الكثير من التوافق على الآراء ووحدة الصف العربي. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.